زي النهاردة من 8 سنوات انطلق ملك وكتابة 31/3/2011. قناة الأهلي وهي تحيي مرور 11 سنة على انطلاقها تستشرف أفاق المستقبل في رسالتها الإعلامية المهمة جدا. 6/8/2008 كانت ضربة بداية صعبة يا باشمهندس. طبعا، لأن أنت أول تجربة وفي نفس الوقت هي تجربة بالنسبة لك تجربة غامضة، كل الحرص على أنها تكون بتحقق ومضة جديدة في الإعلام، لأن احنا ما كناش عايزين نعملها مجرد قناة متحيزة للنادي الأهلي احنا كنا عايزين نعملها قناة يتابعها الجميع باختلاف ميولهم وأذواقهم، وفي نفس الوقت كان ليها هدف مكتوب في انت لما تقرا العقد بتاع القناه وتقرا الديباجه بتاعت اهداف القناه، لا دي رساله لوحدها. ايوه، هي للتواصل مع الجماهير، لنشر الثقافه الرياضيه، لتعميق وترسيخ مبادئ القيم الرياضيه، لتنميه جماهيرنا والتواصل معاهم، مجموعه من الاهداف انت كمان كنت عايز تشوف انها بتتحقق من خلال ما يقدم على هذه الشاشة ورد فعل الناس ليها. رد فعل الناس يمكن أنا ما كنتش قلقان عليه، لأن تجربة المجلة أوضحت تماما مدى تعطش جماهير الأهلي لأي همزة تواصل. احنا كنا بنكسب المجلة دي بدون إعلانات، كانش في سنتي إعلان، وكانت بتكسب التوزيع، وهذا لو قلته في أي مكان في العالم في مهنة إصدار الصحف ما مش هيصدقوك. تجربة مختلفة خالص. مش هيصدقوك. صحيح. أنت كنت بتكسب من التوزيع. وعشان كده كان تجربة، يعني كنا في حالة ترقب وقلق شوية. لكن هي تجربة ممتعة وناس كتير راهنت إن القناة دي مش هتطلع. اللوائح والقوانين والدنيا الحقيقة كان فيها مجهود كتير جدا. كابتن حسن يعني والاستاذ ابراهيم المعلم ومجلس اداره ككل، يعني كان هناك قناعه ان نستثمر في الميديا، وزي ما لينا مجله لازم وموقع لازم يبقى لنا قناه. الحمد لله، وانت يعني كان ليك دور كبير من البدايات برضو معانا في على الشاشه ببرامج مختلفه، وبعد كده انا وانت الاهلي اليوم وميديا سبورت، وبعد كده اتوحدنا احنا الاثنين اجتمعنا. قصه. حتى انت كان ليك لفظ نشرحه للناس. انا كنت بعمل يعني هو الاهلي اليوم كان انا باخد يومين في الاسبوع، وانا كنت بعمل ميديا سبورت انا والزميل العزيز محمد الليثي، ربنا يمسيه بالخير. القناه قالت لا، احنا عايزين حد بس يعني يقدم الاهلي اليوم، وواحد بس يقدم ميديا سبورت. الله. طب وانا وابراهيم فكروا لنا في برنامج، وكان كلمه فكروا لنا في برنامج دي بتتقال على سبيل يعني المجامله، التعجيز او التعجيز او يعني كانت الاداره وقتها العلاقه مع اداره القناه كان مش مفهوم ليه الاداره، يعني برضه قصة إن الزملكاوية والأهلاوية وكانت قصة جامدة كده مش هنحكيها دلوقتي. فيعني افتكرنا أيام اليابان بقى. احكي أنت بقى. كنا في اليابان 2005. يعني ملك وكتابة. بس إبراهيم كان مزرجن جدا، وأنا مش مكمل. قلت له اسمع بس، ربنا هيكرمنا هنعمل حاجة كويسة. كانت فكرة إن إحنا في اليابان، واعتقد كان معانا الكابتن خطيب والكابتن طارق سليم على رحمه الله. واحنا بنتمشى بالليل كده في جو كان سائع، وبنتكلم في حته ما يتعرض ليه النادي الاهلي، والاهلي محتاج ناس ترد عليه وناس توضح رسالته. وانا اذكر ساعتها كلمه للكابتن طارق سليم واحنا ماشيين، لانه كانت ليله الكريسماس طوكيو كلها مضاءه ومحتفله براس السنه. فالكابتن طارق كان له مقوله: الناس دي مش عارفه النادي الاهلي، الناس دي مش لاقي حد يقولها هو ايه النادي الاهلي تحديدا. ولدت الفكره، طب ما احنا عايزين نقول للناس هو ايه النادي الاهلي، الرساله مش واصله صح، الناس فعلا حقيقه النادي كنادي وكقيمه
مش واصله لعامه الجماهير، الجماهير بتتفرج على ماتش كوره. سكتنا من 2005، اذكر كان في كاميرا للقناه بعد كده يمكن في 2007 او 2008. لا هي في 2005 و2008 كان معانا كاميرا، مش يدعونا نصور. اه في 2008 كنا صورنا. يعني شوف القناه وكانت مقاومتها معانا كاميرا، وكنا قاعدين كل ما نروح اليابان اغلى شارع في العالم. أيوة. قالوا لنا الشارع ده اغلى، وقاعدين في القهوه والدفايات، وكابتن طارق سليم موجود وعايزين نحكي، وكابتن خطيب، وعايزين نوثق للحظه دي، وبنقول لهم يا جماعه تعالوا. ده ديسمبر 2008 بالظبط. تعالوا نعمل حلقه، القناه ما كملتش اربع شهور طالعه. تعالوا نعمل حلقه على نص يتشاء اغلى شارع في العالم. تخيل دي لو اتعملت واتذاعت النهارده. اصل البطاريه، اصل يا عمي يعني. طيب رجعنا، بدا التفكير الجدي في انه طب ازاي زي ما المهندس عادلي قال نعمل احنا الاثنين برنامج مشترك. قعدنا فكرنا كتير، قال لك بس بشرط كل واحد في البرنامج ده. كنت انا بعمل ميديا سبورت، طيب والمهندس عادلي بيعمل الاهلي اليوم، طيب ده يا جماعه بالاضافه لده؟ لا مش بالاضافه لده. فحتى كان في مقوله ان الناس ارادت انها تكون تنفينا النفي في مالطا، فاكتشفوا ان هي واشنطن مش مالطا خالص. قعدنا طيب الفكره انه برنامج يدافع عن النادي الاهلي، برنامج يصحح الصوره اللي واصله غلط عن النادي الاهلي، برنامج يتصدى لكل ما يحاط بالنادي الاهلي. وكان من المهم ان نتصدى بالمستند. ايوه، لان دي اللي عملت هويه البرنامج، ودي اللي بدات ثقافه الفيديو والاعلام. وارجع لكلامك اللي كنت بتقوله، الدوكيومنتد الموثق، حتى بقت في السياسه، البرامج السياسيه بتاع الحمد لله الفكره يعني حققت هدفها يعني. صحيح. بدات اجتماعات كتيره، اجتماع كان مهم ليا وللمهندس عدلي واسامه الرشيد الله يمسيه أيوة بالخير. هو صاحب فضل في تسميه البرنامج. كانت الفكره اسامه قال، كان مدير البرامج او مدير القناه وقتها، طيب من نعمل فكره الراندمايز او القرعه، لان كانت فكره البرنامج مين مالك ومين كتابه. في فقره المهندس عدلي هو المذيع وانا ضيف، ثم يتم التناوب بالشكل اللي فيه القرعه المستمره لو تفتكروا وقتها. احنا قلنا لا، الفكره مش في الراندمايز ولا في القرعه بالشكل ثلاث مرات يوميا. لكن الاهلي ووكاله الاعلان مين بيجامل مين؟ والاهلي بيفاوض عيد ودويدار وسليمان، وبنسال الباشمهندس عدلي ومين كمان؟ والاعلام الرياضي وماذا بعد الثوره؟ ركبة بركات وحكاية لعيب الأهلي مع الإغماءات، لكن فلوس الحضري من يدفعها وماذا لو؟ البث الفضائي الزمالك يأخذ أقل بشرط إن الأهلي ما يكسبش، وأحمد حسن هيفضل في الأهلي ولا يروح الزمالك؟ والأهلي متهم دائما بإشعار النار في الأسعار. لا جديد، انت لما تقرا القضايا اللي كانت موجوده من 8 سنين لا جديد، هي نفسها اللي بتتجدد دلوقتي. بس انت الجديد دلوقتي اللي شفنا ده اخوك صغير. طيب. انا عجوز من يوم. لكن انت ما شاء الله. الحقيقه يعني كان في مجهود برضه مبذول من الصديق العزيز عماد عبد الحميد، كان بروديوسر البرنامج، لانه برضه شغل الجرافيك كان خد منه وقت كتير جدا، وكان عماد عبد الحميد واحد من الجنود اللي اخلصت مع مالك وكتابه، ومعاه اسلام حسين ومحمد عبد النبي، كانوا من طاقم العمل الفني اللي الحقيقه بنتذكرهم دايما بكل الشكر والتحيه. شوفوا مالك وكتابه من الاول، لو انتوا شايفينه ان هو عنده قدر من القوه في اداء رسالته اللي احنا ما زلنا مصممين ان احنا نلتزم بالاطار القيمي والمهني بتاعها على قد ما نقدر، بنغلط بنغلط لان احنا في النهايه بشر، لكن بنحاول نستفيد من الخطا وبنحاول نصوب المسيره دايما. بس جزء من قوه البرنامج اللي احنا عرصنا عليها درجه الاستقلاليه.
درجة الاستقلالية. ملك وكتابة مش برنامج لمجلس إدارة النادي، مش برنامج لمجلس الإدارة، وما بيتبناش سياسات ولا يقف في مناطق قد يحتاج البعض منها انه ده مع ولا مع ضد. الهدف كان في الاول ازاي تقف مع النادي الاهلي، ازاي تقول لجمهور النادي انه مفيش فرق بينك وبين اعضاء النادي اللي بيمثلوا الشرعية المباشرة اللي افرزت وانتجت مجلس الادارة. ازاي ملك وكتابة يقدر يزيل هذا الفاصل الوهمي بين الاعضاء والجماهير عشان يكون الكل في صف واحد خلف النادي الاهلي. ده كان الاهداف ربما غير المعلنة لملك وكتابة. عشان كده لما جت لحظة حصل فيها التصادم في الرأي، التصادم في الرأي مع مجلس الإدارة السابق ولرئيسه المهندس محمود طاهر ولكل السادة أعضاء المجلس كل التقدير والاحترام والتحية، اختلفنا منهجيا، اختلفنا فكريا، اختلفنا في انه في لائحة نظام أساسي موضوعة، البرنامج شايف انه في خطر فيها على النادي الاهلي، خطر فيها على النادي الاهلي. واعتقد كلكم تفتكروا ازاي البرنامج كان عنده درجة من الاستقلالية والقدرة على انه يقف في موقف قد بدأ، قد لاحظ الكثيرون انه كان مختلف مع مجلس الادارة، وفي بعض الحلقات الخلاف طفى على السطح الاعلامي بقوة ما كناش مسؤولين عنها، لكنه رغبتنا في انه النادي الاهلي ما حدش يلحق به ضرر في لائحة كان هو ده سبب الغضب يا باشمهندس. هو الحقيقة لازم اشكر او اذكر بالخير الاستاذ محمد كامل. ايوه انا عملت برنامج مع الاستاذ محمد دسوقي رشدي وهو شاب في قناة النهار، في قناة النهار، وشاب لامع جدا وشاب ذكي جدا ايام فترة انتخابات والنظام الاساسي. واللائحة، وكان الموضوع يعني ماذا لو كان صالح سليم موجود كان هيقول رأيه ايه في كذا وكذا 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 وكذا، وكان فهو ندهني قال لي يا عدلي انت مش محتاج تقول هذه الآراء في أي مكان وانت كنت موجود. مش محتاج تقول هذه الآراء طالما انك انت بتتكلم بشكل موضوعي خارج القناة. قلت له خلاص انا بالنسبه لي، هو كان بيدعوني كراجل عضو جمعيه عموميه وباخد رايي، لكن ماذا لو انا فتحت حوار موضوع اللائحه والنظام الاساسي وداخل القناه وقلنا راينا بصراحه واتناقشنا بموضوعيه؟ قال لي اعمل اللي انت عايزه، حد بيقول لك لا؟ انا فاكر كانت الانطلاقه انا وانت والاستاذ محمد كامل والاستاذ جمال العاصي وكانت في مكتب محمد كامل في مكتبه. ايوه وكانت الانطلاقه هنقف في صف ده احنا حاورنا الاستاذ المهندس محمود طاهر كرئيسا للمجلس على الهواء بالتليفون، وقال الاستاذ كامل زاهر اعملوا حوار مجتمعي لصالح النادي، ابتدأ بدون ضوابط ومحددات، بدون ضوابط ومحددات، فقط مصلحه الاهلي. كلام جميل، بس هي المشكله ان لما عملنا كده يعني حصل زعل يعني. شاور المهندس عدلي في احدى الحلقات الى ما راه خطرا حقيقيا على الاهلي، نشوفه. تعال نشوفها بهدوء بس عشان احنا مش في جدل مع بعض، احنا بنشوف. انا من حقي ادافع عن النادي. ايوه دافع يا سيدي، وانا بدافع عنه دلوقتي. اللي بعمله معاك هتكتشف ان انا بدافع عن النادي اكتر واحد في مصر. انا مشفق. لا حلقه النهار محتاجه مراجعه. لا انت وجهه نظر. انا مصر على كل كلمه قلتها فيها ما عدا الشيطان يا سيدي. والاختراق ها؟ والاختراق ينفع النادي الاهلي يبقى مخترق؟ النادي الاهلي مخترق 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 مخترق. ارد عليك. النادي الاهلي مخترق مخترق. ممكن ارد عليك. مخترق في اجهزته العامله ومخترق في اعلامه. خلاص انا ما تخصنيش. انا مش بقبل. لا انا ديكتاتور في دي، ده رايي. لا هقول رايي. النادي الاهلي ما هي وجهه نظر، وجهه نظر. النادي الاهلي وانا قلت لمحمود طاهر الكلام ده من سنه ونص يا باشمهندس، واللي ماشي قدام محمود طاهر في مدينه نصر صلاح يحيى صنيعه اسامه خليل، ما تقوليش انه مش مخترق. اهدى عليها بس. لا مخترق. اهدى عليها بس. ايه اللي مش مخترق؟ انا لما اجي اتكلم عن والشياطين اللي كنت بتكلم عنهم ما كنتش فاكرك فيهم. لا لا لا. انا عايز بس اوضح عشان ما يبقاش انا قلت كلمه لا تقربوا الصلاه واسكتوا. اتفضل يعني كمل. لما اجي اتكلم عن اختراق
هذا الاختراق ينتج عنه مصايب. ما هي دي مصيبه؟ لا دي واحده. لا دي مصيبه. دي مش مصيبه. امال ايه؟ دي من المتغيرات يا سيدي. اصبر يعني انا اقول ايه يا سيدي؟ انا صبر والله يا سيدي. انا اقول والله احنا عندنا النتائج في الفرق الرياضيه فيها كارثه نتيجه الاختراق ده. انت السنه دي بطل يا سيدي. لا ما يقدروش يلعبوا فادي. طيب ماشي. تيجي تقول لي والله المجلس. بس سيدي اصبر بقى. تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول والله هي. عندي تردي في المرافق. الله عندي مصيبه في الميزانيه. لا. يا اخي خلينا اكمل. طب ما انا هتقول لي طب خلي محمد الشرقاوي يقول الاناد الاناد البر. مش هو محمد الشرقاوي ده مش في لجنه البرامج يعني القناة. سؤال يا باشمهندس. يعني. سؤال يا باشمهندس. يعني لو محمد الشرقاوي وسامي خليل قال الاهلي القرن يبقى كده مفيش اختراق؟ والله يا جماعه هكلم لك بكره اقول له هنلغي الفكره دي. طيب ماشي. شوف الحقيقه عايز اقول لكم ازاي الحلقه دي حلقه يعني كانت على سطح مولع. بس عايز اقول لكم انه لا 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 انا كنت خايف فعلا. انا كنت بتكلم بقى مش قادر. ما خلاص حاسس بسطوه ان يدار الاهلي من خلال مفهوم زملكاوي. ايه ده؟ وكنا بنشوف ده